احنا المغاربه الوحيدين اللي كنسدوا على الماعن في الفيترين. اخر مره جبدناهم في 96 من جا الواليد من الحج. علاش زعما حيت غاليين؟ دابا مع مرجان كلشي رخاص، زلايف طباصل وزيد وزيد غير بخمسة درهم. ما يمكنش تلقاو رخص على اكثر من 100 منتوج وغير عند مرجان. مرجان، الربح في الجوده والاثمان. في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد وفي طريقهم للملعب الكبير بمدينة فاس من أجل حضور مباراة فريقهم المحبوب الرجاء البيضاوي في المقابلة التي جمعته يوم أمس بالفريق المغرب الفاسي، ثلاثة رجويين لقوا حتفهم في حادثة سير مروعة في الطريق الرابطة بين مدينة الدار البيضاء والرباط، فيما غابت الأخبار عن فتاة كانت ترافق المجموعة، حادثة ألمت بعائلة الضحايا وأصدقائها قائهم وجيرانهم. توصلت صدمة كبيرة ولكن حمدت الله وشكرته وقضاء الله وقدره الحمد لله. ديما تيمشي التيران، ديما تابع رجع ما قالش لينا غادي التيران، حيت انا قلت ليه لا مع هذيك الاحداث اللي وقعات في مؤخرا، قلت ليه انا لا، قال لي غادي وجهه اخرى غادي نمشي لهذا لمراكش ومشى مشى لفاس. حيت انا قلت ليه ما تمشيش، ايه فين ما كتبع واخا ما راضينش حنا انا وباه كيمشي. قال لي يا ماما غادي نمشي لسميسو، غادي نمشي لإفران ومن بعد غندوزو للتيران. قلت له ولدي عييت فيك، التيران ما غيدير لك والو، خرج عليك في قرايتك، دخلتك للبريفي تكوين في البريفي شريعة محمد الخامس ما قريتي، تبعتي التيران تبعتي الراجا، دخلتك البكالوريا ما قبضتيها تبعتي الراجا، كتكون الراجا لعبه وتمشي تسمح فيها، كتقول لي يا ماما غاديه لي في العروق، ماشي لي ماما في العروق. ولدي جلس ما عندك ما دير في الراجا. قال لي ماما انا ما غنمشيش غنتفرج غير هنا. شويه هو واحد الولد من شارع غاندي عنده غولف، قال له حسين يلا غتمشيو معنا، نمشيو لفران ومن بعد ندوزو للتيران. نقاي ما عندهم حتى شي حاجه مساكن، ما هزي لا قارو لا هادي لا الا التونيات باش غادي يلبسوا باش غادي يخرجوا. صافي وصلوا للرومبوان هذيك ديال الخرجه ديال سلا الجديده، كاين دوك لي بارير ديال الاشغال، يعني الا كنتي براني ما غتفهمش في داك التخربيق ديال التراب والاشغال اللي ما محدولاش. تيمشيو هكا قالوا له راك نسيتي الرومبوان اللي غدوز لطريق فران، هو تيتهز ما نعرف زهقت الفولا ولا شلك شي من هذا، تيدخل في البارير تقسمت الطوموبيل في النص، ولادنا حنا بثلاثه ماتوا، واحد من الوالديه وولدي وواحد ولد جيراننا ماتوا، وبنت وولد هذاك باقي عايش قبطنا في البوليس، والبنت ما فهمتش كي داروا لها، تلاحت في الطروطوار بقات ليها يومين هذا، ما عرفت هزوها ما عرفت ما هزوها ما اداوها البوليس، خلاوها تم ما عرفوهاش ميتة ولا عايشة، خلوها لحواسم. شباب في مقتبل العمر لم يكن أولياء أمورهم يؤمنون بفكرة ولوج الملعب، لكن حب وعشق الفريق الأخضر جعلهم يتسترون على ذهابهم فقط من أجل تشجيع ومساندة الفريق وخصوصا صناعة الفرجة في المدرجات. لا 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 ما عرفوش، قال لي غادي يمشي لإفران مع أصحابي يمكن ندوز الفاس، مع أن ضد تيران ما تحمش لا تيران ولا كرة. حسن السيرة والسلوك من بين المميزات التي تمتع بها هؤلاء الشباب، حسين شبيهي وأمين مكرودة الإدريسي ضحيتان كبقية ضحايا السبت الأسود، ذهبت أرواحهم سدى فقط لأنهم أرادوا حضور مباراة فريق لطالما تغنوا بألقابه. حسين كان دري درويش في الشكل، فهمتي ما عزيز عليه لا صداع لا والو، كيف شي تفرج كيجي
هو دابا بنادم اللي كان داير الصداع ما يقدرش يمشي لفاس. هو مشى كان غادي ما كان عنده ميدار، كان غادي هو والدراري كانوا غادي الإفران، كانوا غادي يديروا خرجه زوينه. توقعت ليهم الحديث دابا داك الدري حوسين راك كتشوف راه الدراري كاملين كاينين، يعني كل ما كانش محبوب وكل ما كانش هو زوين ما غايجيوش الدراري كاملين. يعني بنادم راه بحال قلت شي راه خونا وفهمتي كثر من خونا كاع، وما نكذب عليك ما والو الدرينا من جهته، ولكن ان لله وان اليه راجعون. ملي كيوفى الاجال لا هو ولد الدري امين، باقي صغار باقي مساكن يلاه شافوا في الدنيا باقي ما شافوا والو وكشاب عليهم القدر. اما بالنسبه للحب ديال الراجل راه كانوا كيموشوا على الراجل واحد الدرجه ما كتصورش، والجيران ما كيتعوضش كيش بحالو. يلاه عنده 17 عام، امبارح كان هنا في الدرب كيدور قسما بالله. الناس الله يعمر هذا احسن تربيه. الدري ما كيتعوشني ما كيتعوش، ضاع هكاك جوج دراري مشاو هكاك، جوج دراري واحد مسكين جاي من جديده. علاش 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 شابع الكره. هي لحظات اليمه عكرت صفو عائله الضحايا. سرطان عشق المستديرة لا يزال يهدد أرواح شباب لم تكن تعرف أنها ستذهب لمساندة الفريق بدون عودة، لتبقى عائلتهم تستمر في مسلسل معاناة فقدانهم، مسلسل نتمنى أن يسدل الستار عليه. أنا بغيت هذه الحادثة هذه بلاد عباد الله يزولوا داك التونيات الخضرين والحمرين والصفرين والمخزن يدير شغله.